شريف شلبي عايف ام سي جو بريزيدنت سعادة الرئيس مهد الشعراوي الناشنال في بي اي للايف ام سي جو لا مرحبا انا اسمي عمر مصطفى الناشنال سكرتري جنرال للبوزيشن تاعي انا سامي الحوراني طالب طب سنه خامسه وانا الناشنال اوفيسر ان هيومن رايتس اند بيس للترم 2021 2022. انا ايمن كريلار الناشنال اوفيسر اون ريسيرش اكسشينج للترم 2021 2022. انا محمد عليه الناشنال نيو تكنولوجي سبورت ديفيجن. اسمي مرح ابو زيد وانا كرنت نورا في اي ام اس اي جو. محمد وري نومي. انا ريان بدير كاباسيتي بيلدينج سبورت ديفيجن دايركتور. خبرتك في الترم هذا كيف كان؟ شريف شريف بالعربي. شريف فاجئني بيطلع طلعات غريبة أنا متعلمها منه. كان ضل يحكي لي كلام كثير غريب. عراسي كراسي بحكي لي خيرة البني أدمين في ال لما كان شريف يكتب أي شيء كنت أشد شعري صراحة. شريف فلطح من لما انولد كان حافظ شعر ما شاء الله. خلوه يبطل يحكي عربي، خليه يبطل يحكي عربي أحسن لكل. صراحة عم بتطور يعني، هو وضعه صعب بس يوم عن يوم بتطور يعني، فخورين فيه كلنا كثير يا ربنا الله. ولكن مع الزمن صراحة لا تحسن، وضعه هلا أحسن. أيوه خبرة ما شاء الله، خبرة شريف. والله شريف صراحة أم براود أوف فلا احنا كنا فخورين بالعربية فخورين فيه بس لا العربي تبعه compared to when he started ولما انهى الترم الصراحة صار ضد مونستر وحش صار فوالله زلمة غانة شريف بحبها. كيف عربياتك شريف؟ طلع عليهم سيباوي صرت تعرف مين سيباوي؟ شو بدكم انت؟ ان شاء الله ان شاء الله عليك. ايش اكثر موقف تذكره؟ والله يعني انا تاريخي طويل، بلشنا من سنه اولى لحد سنه سادسه يعني. ما بدي احكي انه اكثر موقف بتذكره، بس بدي احكي انه انا بالايف مثلا تركت يعني a great positive impact علي، انه انا معظم الناس اللي بعرفهم حياتي كانوا عن طريق الايف مساء وجد بحس أن most of my best friends, most of my people, يعني most of the people I know كانوا من الآية في المسيح. أنا الموقف اللي بتذكر هو عدة مواقف كلهم كانوا جايين من الآية في المسيح. من أحلى المواقف اللي بتذكرها كانت الـ NGS. يعني أحلى ذكريات كانت الـ NGS كلوكال أوفيسر للوكال الـ EB للناشنال EB تفرق مع كل مرحلة بتشوف المشاكل اللي بتصير من different perspectives. كثير تشوفها أولا أنت كلوكال إي بي همك الجامعة تبعتك فأنت بتصفي تتطلع من مصلحتك الشخصية وتنسى الجامعات الثانية. لما تطلع على مستوى الناشنال تتذكر أنه مش أنت الوحيد الموجود في الساحة، في ناس تانية لازم تدير بالك عليها. صراحة بروموشن كامبين وان جي 15 غالبا مشاريع غزة كامب، يعني كل مشاريع غزة كامب لها امباكت يعني كثير حلو على الشخص. لما تطوع غزة كامب لما تسوي أي مشروع اورجنايزنج كوميتي ليدر ايش ما كنت يعني كثير الامباكت حلوة، كثير الاشي اللي ممكن تسوي حلو. فأي مشروع غزة كامب يعني جالك معي. ممكن بداياتي بالايف ام سي ما كنت بعرف اشي، مثلا كنت مش فاهم اشي. بعدين لما تبلش تتعرف على الخطوات تزبط معك. الجي ال رحت كان في تركيا صراحة، كان اول انترناشنال ميتنج بحضره، واحدة من التجارب الواحد بدخل اي فين ساعة عشان كان كتير حلو بإيجابياته وسلبياته. هلا طلعت الجي اي كان اشي كتير حلو انه او اي ورك لايك فور 4 ييرز تو ايرن ذس بوزيشن والله وانا اي ام يعني اي ام كريديت انف ما اطلع هيك طلع انترناشونالي. بصراحه جهود عليان التصويريه معنا بالجي اي كانت جهود جباره، يعني كنا مش ماخذينه ديليجيت معنا، كنا ماخذينه فوتوغرافر، فهذا اكثر اشي بستذكره بكثير من الماضي. اول يوم كان لا اول اي بي ميتنج كان لنا عمر هذه راح بعد كويس ما حد يتاخركم كلكم على 8 بالضبط. والله كنت راح انفصل من الجامعه انا لما كنت اوفيسر بس انا متاكد في كثير تفاصيل كثير اشياء حلوه سواء لوكالي او ناشونالي بيبي ما راح جوات تتذكرها. يعني لايف مسج جد عرفتنا على احسن ناس منهم عليان. ثاني مرة حدا بيعمل تاريخك النضالي بالايفون سيجور بتعيده؟ تاريخ النضالي بعيد وبعيده
بعيدة وبشغف كمان أكتر من اللي أنا فيه يعني. أيس وأنا أريد أعيد الـ PPA. لا أكيد وداروا داوت وبدون أي تغييرات بصراحة. بعيدة عموانية صراحة. صراحة بعيدها ونص مرة بيكون مرة في القدر. لا بمزح بعيدة. أنا بحزن على الأوقات اللي كنت تعبان فيها وبنت أوت وراح علي أشياء حلوة. I learned a lot. ما بغيره مع إنه كتير في نزلات طلعات فيه كتير تعلمت فيه بس of course I totally recommend it for people. It's so much fun. You learn a lot. You meet a lot of people. يعني كل شغل اللي اشتغلته بعرف من السي من وقت ما بلشت انتي استديا حديث مسافة لوكال ودي ناشن ودي كلها يعني نمت شخصيتي بطريقة كتير حلوة وكانت فرصة كتير كتير كويسة نتعرف على ناس يعني بيحبوا يتطوعوا ويحبوا يعني حسوا المجتمع زي ما أنا بحب تعرف على ناس حلوة وبتنمي شخصيتك بطريقة جميلة. لا صراحة worth it. في أكم من تغيير بيكونوا زي إنه مثلا كان بركز على البوزيشن اللي أنا فيه يكون بشيء حابه اكثر من انه اكون بس بالبوزيشن لانه الصراحه بحس انه الميستيكس لا هابند وكل الاشياء اللي يعني ذا هابند بالاي اف ام اس اي بيلت ماي كاركتر. كل مره حتى كل يوم كنت اتعلم شيء جديد كنت اتحسن واحسن مهاراتي وقدراتي بعيد عن يعني تجربتك مسيجه والله نايس يعني كناشنال احلى بمليون الف مره من الدوله. حلو يعني هي تجربة حلوة صراحة فما تنعي. زي سؤال إنك أنت بعيد الطب ولا لا؟ يعني كنا نغلط نفس غلطة. بس. تنصح الناس يمسكوا دي أو في طبعًا أحلى إكسبيرينس كان. طبعًا وبشدة. أنا دائمًا مقولة كنت أحكيها للناس لما كانوا يسألون شو رأيك ننزل بوزيشنز كنت أقولهم وبشدة بتتعلم منها أشياء كثيرة في حياتك وكما دائمًا بقولهم كنت إنه هذا فولنتري ورك إحنا هون جايين نساعد. ما تخليها تسيطر على حياتك فانت اعمل واجباتك الاساسيه وبعدها بتقدر تشتغل في الاي اف ام اس اي كشغل جانبي عشان تفيد المجتمع وتفيد الناس في الاي اف ام اس اي. طبعا تجربه لطيفه كثير لطيفه تجربه يعني بتعطي اكسبيرينس جديده وسكيلز جداد وكونكشنز واجواء لطيفه. طبعا ايه بالاخر انت لما تشوف حالك افضل شخص في بوزيشن معين او في عندك فيجن معينه حاب انت تطبقها بآخر اليوم لما تكون أنت صاحب القرار هو أكثر مكان أنت ممكن تغير فيه فلما تحس حالك أنه أنت عندك كثير أفكار ومش قادر تعملها أنت هون مثلا ممكن تنزل كأفصر عشان أنت عندك أفكار بتخلي الناس تطبقوها وإذا حسيت أنه الـ Executive Board Position regardless إيش هو إذا في فيجن معين أنت حاب تطبقها وقتها أحلى إيش أنه أنت بتتعرف على كل حدا عندك Yes, أكيد أكيد. وأنا I believe إنه most of my IFMSA experiences يعني I really loved volunteering being team leader OC whatever. بس كانت أحلى تجربة فعليا مع TO لأنه أنت there you can find your true friends. إنه أنا جد زي ما حكيت لأصحابي لحد الآن mostly عن طريق IFMSA والTO أعطتني فرصة إنه أطور علاقاتي معهم. صراحة تجربة حلوة كتير كونكشنز حلوة تجربة حلوة ناس منها لا صراحة بس بنصح فيها صراحة تجربة لطيفة و يعني أحلى إشي فيه إنه بتتعرف على كل البني آدمين وكل الأجناس طبعا يعني هي تجربة كثير حلوة وإذا كنت قد حالك يعني فراح تستمتع راح تنبسط very much تحس إنه okay now I am titling and labeling my work هلا أنا عم بضل أشتغل okay أنا if I've reached something that is يعني هيساعدني أكمل لقدام بس بتحس إنه لا it is actually even rather than just working in projects and volunteering which is fun بقول لك it's most of the fun بس لا holding a position in the TO will enable you إنك تشتغل أشياء كتير أكبر منك يعني it will make your work classical أكتر وعارف كيف بيعطي طعم تاني إنه it's labeled you have your position you are in a very national team your potentials are exceeding totally بنصح صراحة يعني شخص بيكون عارف كيف ينظم وقته بيكون عارف كيف جاي الشخص بيكون عارف كيف ينظم وقته يكون عارف ايش اللي هو داخل عليه بس بنفس الوقت بده يكون عارف اذا بده يدخل يحط كل قلبه فيه بده يكون عارف انه هو حيطلع بشيء اكثر من بس بوزيشن حيطلع مع اصحاب جداد حيطلع مع اكسبيرينس جديده كلها كثير بتنمي شخصيه الشخص بتاثر عليه يعني اكثر من طريقه
واحدة من أحلى التجارب ممكن طالب الطب يعملها، بتعود عليه بالفائدة كثير كثير مجالات. بنصح الكل يتقدم الفرصة. هل عندك نصائح للمسكين الترجمة؟ أول إشي congrats you've earned your positions of course. صراحة يعني كل اللي حيمسك الترم الجاي ما شاء الله عليهم. انبسطوا كتير كتير. أنا بتذكر الأيام اللي كنت كتير كتير متوترة وخايفة، ما كنت قادر أقدم منيح. بالأوقات اللي بتذكر إنه this is all a voluntary work I really enjoy it. فانبسطوا كتير، try to be creative، فكروا بالأشياء الانترناشنال. الانترناشنال ارتمس اي از ا لوت يعني different than ours بس كتير حلوة. فا enjoy most likely enjoy. Take it easy relax. لا رح يضيع من عمرك سنة ولا رح يزيد من عمرك سنة إذا شديت حالك في الآيفل مسئين. بالعكس أنت enjoy the experience لأنه رح تكون واحدة من أحلى الذكريات اللي رح تعيشها. ونصيحتي لهم أهربوا من السجن وديروا بالكم من البريزيدنت لأن هذي هو محور مشاكلك رح تكون. وكفي بي إي سكر التليفون كتير لأن الساعة 11 بالليل رح يرنوا عليك كتير دائما مصايب. ينبسطوا كثير ويعملوا ميموريز كثير وينجزوا كمان بالترم اللي بيشتغلوا فيه، يعني يوازنوا ما بين انبساطهم ما بين الانجاز تبعهم. فهاي هي نصيحتي. يعني ما تكبروش الامور، الحياه اصعب مما بتتخيلوا، فما تحقنوا على اشياء تافهه جدا. بالضبط الحب الشخصي يعني، والله الحياه اصعب مما بتتخيلوا. ما تعملوا لي فيه بيرسونال اجندز وتاخذوا كل شيء بيرسونال وتحملوا على بعض، يعني تخيل حياة اصل من هيك. لا تشدوا على حالكم بس. هيو عم بيصور مع سامي هلا بس. هاي هي ابسط شغله، وانه تذكروا انه this is voluntary work، يعني ما في داعي انه انتم مثلا تضايقوا a friend او تخسروا a team member بسبب انه انتم مثلا كثير شادين على حالكم. this is IFMSA بالاخر this is a voluntary organization. it helps build yourself and build the people around you. I think هاي مين النصيحة تبعتي صراحة. لا تودي بالموضوع، انت هون عم تدوى طلق عبد الناس انه خلص كون تشيرين. ما تدخلوا بالدراما، لا تدخلوا بالدراما لانه حتدريني الصراحة. خليكم تشيل، تحبوا الكل، صحبة مع الكل. بس ايش الوحيد اللي ممكن احكي لهم انه ما تضيعوا الفاشن اللي عندهم، يشتغلوا من قلبهم ويشتغلوا جد عشان يحسنوا المنظمة ويحسنوا فرص طلابنا ويحسنوا فرصة الناس تطوع ويفيد المجتمع. خليك واضح بصريح، خليك هاي أهم نصيحة صراحة. خليكوا رأيي يعني واقعي، يعني أعرف إيش بتقدر تعمل وإيش ما بتقدر تعمل، والكوميونيكيشن أساس. مش عارف يحضروا ميتينجز كتير، يكونوا مع بعض أكتر، يحبوا بعض أكتر. عندك إشي حاب تضيفه؟ بما انه انا من اللي طلعت بفكره الاي في ام اس اي جو داتا كارد، واحنا من اول تي او اشتغل عليها ما حداش يلعب برقمي، رقمي الي. طيب ممتاز. يلا شكرا.